النهارده هنعمل ساندويتش لانشون بجبنه تشيدر السايحه. مكونات الساندويتش لانشون: جبنه تشيدر مبشوره، حلقات طماطم، مايونيز، زبده، وشويه خس مبشورين. وهنستعمل شويه توست هنسخنهم على النار بالزبده. ندهن العيش الاول بزبده. رشة ملح. نسخنهم من ناحية واحدة بس اللي هو هيبقى جوه الساندوتش. بعد كده نزود شوية زبدة. ممكن نخفف النار شوية، نحط نقطة زيت عشان الزبدة ما تتحرقش. شريحتين لانشون. جبنة مبشورة كده في نص كل شريحة. نقفلها. نبتدي نجهز الساندوتش. نخلي الناحية اللي احنا حمصناها لجوه الساندوتش. مايونيز. طماطم. ندهن الشريحة التانية بشوية مايونيز برضو.